السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من رعاية أولادكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فإنكم رعاتهم والمسؤولون عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. أيها المسلمون، رجال الإسلام، اذكروا هذه الأمانة العظيمة واذكروا الله على هذه النعمة التي حباكم بها، وقوموا بها على الوجه الأكمل. اسمعوا قول ربكم خالق الكون وعالم أسراره والمحيط بخفيه وظاهره ومستقبله وماضيه وحاضره. اسمعوا قول ربكم وهو يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعض بما فضل الله به بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض لم يجعلكم الله قوامين عليهن إلا لعلمه بقصورهن عقلا ودينا. ولقد أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فاعرفوا أيها الرجال هذا الفضل، وقوموا بهذه الأمانة، ولا تغلبنكم النساء على رجولتكم، ولا يلهينكم الشيطان عن رعاية أهليكم، ولا تشتغلوا بأموالكم عن الحفاظ عما هو أهم وأولى. أيها المسلمون، إن مشكلة النساء ليست بالمشكلة التي يتهاون بها، وليست بالمشكلة الجديدة، إنها مشكلة عظيمة عريقة يجب الاعتناء بها ودراسة ما يقضي على أسباب الشر والفساد فيها. إنها مشكلة الوقت كله قديما وحديثا. لقد كانت مشكلة بني إسرائيل من قبل هذه الأمة، وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء، وهي أيضا مشكلة هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه في الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا الحديث يتضمن التحذير من هذه الفتنة العظيمة وطلب السعي في القضاء على أسباب الشر قبل أن يستقبل. أيها المسلمون، إن مشكلة النساء عندنا في هذا الزمن تكمن في التبرج والاختلاط والتسكع في الأسواق والاتصال الهاتفي
بأسافل الرجال وفساقهم، وكل ذلك كل ذلك مما نهى الله عنه. فالتبرج أن تستشرف المرأة للرجال باللباس والزينة والقول والمشية ونحو ذلك مما تظهر به نفسها للرجال وتوجب لفت النظر إليها. ولقد قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولقد توسع النساء في زمننا هذا بالتبرج في اللباس، فصارت المرأة تلبس للسوق من أحسن لباسها وتضع عليه عباءة ربما تكون قصيرة لا تستره أو رهيفة، أو ترفعها المرأة عن أسفل جسمها حتى يبين جمال ثيابها وزينتها. وربما شدت العباءة بيديها من فوق عجيزتها حتى يتبين بذلك حجم عجيزتها. وكل هذا مما نهى الله عنه، فإن الله يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى سبحانه النساء أن يضربن بأرجلهن فيعلم الخلخال الذي تخفيه. فإذا كان الله نهى عن الضرب بالرجل خوفا من سماع الخلخال المستور، فما بالكم بمن تلبس جميل الثياب ثم ترفع العباءة عنه ليراه الناس بأعينهم فيفتنهم. وإن الفتنة بما يرى أعظم من الفتنة بما يسمع، ليس الخبر كالمعاينة. أيها المسلمون، إذا كان الله نهى عن الضرب بالرجل خوفا من سماع الخلخال الذي تخفيه المرأة، فكيف بمن تكشف عن ذراعيها لتظهر ما عليهما من الحلي والزينة ونعومة اليد، كأنما تقول للناس: انظروا إلى نعومة يدي وإلى ما عليها من الحلي والزينة. وإن من التبرج أن تخرج المرأة متعطرة متطيبة، ولا سيما في ليالي الزواج، فإن خروج المرأة على هذا الوجه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات أي غير متطيبات. وقال: إذا خرجت إحداكن للمسجد فلا تمس طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. ولقد كثرت الزينة والتطيب في أيام الأعراس، تخرج النساء من بيوتهن في أحسن الثياب وأطيب الطيب، وربما مشين مجتمعات يتحدثن في الأسواق بأصوات مرتفعة، ويتدافعن فيما بينهن أحيانا مما يثير الفتنة ويهيج الشر. وأما اختلاط النساء بالرجال ومزاحمتهن لهم، فهذا موجود في كثير من محلات البيع والشراء، وهو خلاف الشرع. فلقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعذق به. ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالابتعاد عن اختلاط النساء بالرجال حتى في أماكن العبادة، فقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء
يعني اللاتي يصلين مع الرجال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وإنما كان آخر صفوفهن خيرا لبعده عن الرجال ومخالطتهم ورؤيتهم لهن. أيها المسلمون، ألم يكن في هذا أوضح دليل على محبة الشرع لبعد المرأة عن الرجال واختلاطها بهم؟ وأما مشكلة التتبع في الأسواق والتمشي فيها، فما أكثر من يفعله من النساء، تخرج المرأة من بيتها لغير حاجة أو لحاجة يسيرة يمكن أن يأتي بها أحد من في البيت من الرجال. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فبيت المرأة خير لها من المسجد، فكيف بغيره؟ وإن هذا الحديث الصحيح بالنهي عن منع النساء من المساجد ليدل على أنه يجوز للرجل أن يمنع امرأته من الخروج للسوق ما عدا المسجد، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج. أما منعها من التبرج والتعطر عند الخروج فإنه واجب عليه ومسؤول عنه يوم القيامة. وإن من المؤسف أن ترى الإنسان في دكانه ينتظر أن يربح درهما من هذه الدنيا، ولكن بناته وأخواته وزوجاته ومن له عليهن ولاية يخرجن إلى السوق على الوجه الممنوع من التبرج والتعطر وهو لا يبالي بذلك، وكأن شيئا لم يكن. وما علم هذا الرجل الغبي أنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أيها المسلمون، إن علينا أن نحفظ النساء، على كل واحد منا أن يحفظ امرأته وأن يذكرها بما يجب عليها. واسمعوا ما قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة. والغربان جمع غراب، وهو معروف، أي أنهن من السكينة كأن على رؤوسهن الطير، وعليهن أكسية سود يلبسنها. فهذه صفات نساء المؤمنين، فاقتدوا بهم لعلكم تفلحون. ولا تغرنكم الحياة الدنيا وزينتها، ولا يغرنكم من لا يؤمنون بالله واليوم الآخر من أولئك المستهترين بآداب الإسلام، الذين يريدون أن تكون مجتمعاتنا الإسلامية المحافظة كمجتمعات من لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن هذا التبرج والثياب القصيرة والضيقة إنما صنعت تقليدا لهم، وهذا التجول في الأسواق إنما كان من أجل استحسان ما يفعله أولئكم. وإن أعداءكم ليعلمون أنهم لو دعوكم إلى الكفر ما كفرتم، ولو دعوكم إلى الشرك ما أشركتم، ولكنهم يرضون منكم أن يهدموا أخلاقكم ودينكم من جهات أخرى، من جهة محقرات الذنوب التي يحقرونها في أعينكم فتحتقرونها وتواتونها حتى تنزل بكم إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الشيطان قد أيس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله، ولا تنخدعوا بما يقدمه لكم أعداؤكم، فإنكم الآن على مفترق طرق. فتحت عليكم الدنيا وانهال عليكم الأعداء، فمنهم من يأتون إليكم ومنهم من تذهبون إليهم، حتى نقلوا إليكم عاداتهم السيئة وتقاليدهم المنحرفة، وشاهدتموهم في وسائل الإعلام في الصحف والتلفزيون، حتى ضل منكم من ضل بسببهم. فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا على قوة في دينكم وشخصيتكم الإسلامية، ولا تقتدوا بهم ولا تغتروا بهم، وتمسكوا بما كان عليه أسلافكم الصالح، فستنالون خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإيمان بك والتوكل عليك والقوة في دينك ورعاية الأمانة، حتى نكون بذلك مؤمنين مخلصين. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، الذي دعا إلى الله على بصيرة وبشر وأنذر. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أنكم عن رعاية أهلكم مسؤولون،
وعن هذه الأمانة محاسبون. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، إن من المؤسف أن بعض الناس يأتي بامرأته زوجته أو أخته أو بنته لتشتري الحاجة من الدكان، فيقف بسيارته عند الدكان وتمضي المرأة لتذهب إلى الدكان وحدها وتخاطب الرجال، وربما يعتدى عليها باللمس أو بالغمز أو بالإشارة وهو جالس في سيارته لم يبال بها. وهذا في الحقيقة نقص في الدين ونقص في الغيرة. فإذا كنت ذا دين وغيرة فإنك تستصفئ امرأتك وتكون معها حتى تقضي حاجتها، تحميها من كل من يحاول الاعتداء عليها. وما دمت أنت الآن محبوس لأجلها فلماذا لا تنزل من السيارة لتكون مصاحبا لها في قضاء حاجتها من هذا الدكان؟ أقول إن هذا دليل على أن بعض الناس ليس عندهم غيرة إطلاقا، وأنهم لا يعرفون حقيقة المرأة ولا حقيقة من يحاول الاعتداء عليها من الرجال. فليس كل الرجال على طهر وعفاف، وليس كل امرأة تتيقظ لما يراد بها، وإنما المرأة ناقصة، وأنقص منها من يدعها تتجول على الدكاكين وهو قائم في سيارته لا تحركه نفسه ليصحب زوجته أو ابنته أو أخته. فأناشدكم الله أيها المسلمون، أناشدكم الله أن تنتبهوا لهذه الأمور الدقيقة في أعينكم، ولكنها خطيرة وعظيمة. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العفاف والتقى. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم أجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن أولاده الغل الميامين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم من كان ممن له ولاية على المسلمين غير ناصح لهم ولا قائم فيهم بما يجب عليه، اللهم فاهده لذلك أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا غير مستقيم على دينك ولا ناصح لخلقك فأبعده عن ولاتنا يا رب العالمين.
وأبدلهم بخير منه إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اجعل صلاتنا هذه التي نقيمها الآن كفارة لسيئاتنا ورفعة في درجاتنا ومقربة لنا إليك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. في هذه الآية الكريمة بين الله تعالى ما من به على عباده حيث أنزل عليهم ثلاثة أنواع من الألبسة، نوعان حسيان ونوع معنوي. فأما النوعان الحسيان فهما لباس ضروري يواري الإنسان به عورته، يكسو به بدنه لا بد له منه، ولباس ريش ويقال رياش، وهو لباس الجمال والزينة الزائد عن اللباس الضروري. وأما النوع المعنوي فهو لباس التقوى، تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا اللباس خير من النوعين الحسيين، ذلك لأنه يواري سوءة الإنسان في الدنيا والآخرة، يواري سوءته المعنوية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها الناس، يا بني آدم، إن هذا اللباس هو الزينة التي أخرج الله لعباده وأحلها لهم،
وأنكر على من يحرمها بدون برهان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إن في إضافة هذه الزينة إلى الله ووصفها بأنه الذي أخرجها لهم لأكبر برهان على أنه ليس من حقنا أن نتحكم بهذه الزينة في تحليل أو تحريم، وإنما حكمها إلى الله وحده لأنه الذي أخرجها لعباده وحده. وليس من حقنا كذلك أن نستعمل هذه الزينة كما نشاء، وإنما نستعملها على الوجه الذي حدده الله لنا بدون تعد. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أيها الناس، يا بني آدم، لقد حدد الله لكم استعمال هذا اللباس نوعا وكيفا، حلا وحرمة، لئلا تتجاوزوا به إلى حد لا يليق بكم. أما الحل فإن الحلال من هذا اللباس هو الأصل، لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللباس مما خلق الله لنا في الأرض، فهو حل لنا بجميع أنواعه وأصنافه حتى يقوم دليل على تحريمه. ولهذا كان الحلال من اللباس أكثر بكثير من الحرام، وأما المحرم فهو قليل بالنسبة إليه، لأن عطاء الله سبحانه أوسع من منعه، ولا يمنع إلا لحكمة بالغة اقتضت المنع. أيها الناس، يا بني آدم، إن من اللباس المحرم لباس الصور ولباس ما فيه صورة، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت نمرقة، والنمرقة الوسادة أو المخدة، وكان فيها تصاوير. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليدخل، فلما رآها قام على الباب ولم يدخل. قالت عائشة رضي الله عنها: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وهذا الحديث أيها المسلمون، هذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم على الباب ولم يدخل، لأن في البيت مخدة فيها صورة، وظهرت كراهية ذلك على ملامح وجهه، حتى أعلنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها توبتها من أجل ما رأت في وجهه. ومن أمة محمد ومن المسلمين اليوم من يصطحبون الصور في ملابسهم، فيلبسون الصور أو يلبسون ما فيه الصور. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام والمسلمين غزوا المسلمين بهذه الفتنة، كما غزوا المسلمين بفتن أخرى، نسأل الله تعالى أن يعيد المسلمين من شرها. أيها المسلمون، لقد أغزى
لقد غزاكم أعداؤكم بفتنة هذه الصور، أتوكم بها من كل فج ورموكم بها من كل ناحية وأنتم سادرون غافلون. لا أدري هل هذه الغفلة من علمائكم لا يبينون لكم، أم هذا العناد منكم تعاندون فلا تمتثلون. وعلى كل فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن أعداء المسلمين وضعوا هذه الصور في ملابسنا، فكان في بعض الأقمشة صور الحيوانات الكبيرة أو الصغيرة بالتلوين تارة، وبوضع قصاصات أو مطاط على صورة حيوان تارة، وتجدون ذلك ظاهرا في الألبسة الجاهزة التي غزوكم بها فسبوا أموالكم وقضوا على تقاليدكم التي يسمونها تقاليد، وهي في الحقيقة ألبسة لبسها أسلافنا على حسب ما جاء في توجيهات الكتاب والسنة. لقد صنعوا لنا حليا من الذهب أو غيره على صورة الحيوان، صنعوا حليا على صورة الفراشة وعلى صورة السمكة لنلبسه فتفارقنا الملائكة بلبسه، صنعوا لنا ذلك كله وأكثروا علينا منه ليهون علينا أمره ولننسى أمر الله ورسوله فيه أو نتهاون في أمر الله ورسوله. وإن لباس هذه المصورات لباسها محرم وبيعها وشراءها محرم، لأنه إعانة على الإثم، وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكما لا يجوز للمسلم أن يلبس الصورة أو ما فيه صورة، فإنه لا يجوز له أن يلبسها أحدا من أولاده من الذكور أو الإناث أو الصغار أو الكبار. ومن كان عنده شيء من ذلك الآن وأراد الخلاص منه، فإنه يمكنه أن يقطع الرأس إن كانت حليا، أما إن كانت في قماش فإن كانت ملصقة به إلصاقا قلعها أو قلع رأسها، وإن كانت مرسومة باللون وضع على الرأس لونا يطمسه، لما في صحيح مسلم عن أبي الهيات الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تبع تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وإن من البلاء أيضا ما فتن به بعض الناس من الصور التي يسمونها صورا تذكارية، يضعها الإنسان عنده في حقيبة يسمونها البوم، ثم لا يزالون يترددون عليها يشاهدون هذه الصور التي زعموها تذكارا، وهذا أمر محرم. فمن عنده شيء من ذلك فإن عليه أن يحرقه، وإلا فليصبر على تجنب الملائكة لبيته، وإذا تجنبت الملائكة البيت فإنه يحل بدلها الشياطين. أيها المسلمون، إن من المحرم أيضا ما يحرم على الرجال خاصة، وهو لبس ما نزل عن الكعبين من سراويل أو قميص أو مشلة أو غيرها، فلا يجوز للرجل أن يلبس ما نزل عن الكعبين من سراويل أو قميص أو مشلح أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما
ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، فلا يحل للرجل أن ينزل شيئا من ثيابه أسفل من الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك بالنار، ولا وعيد إلا على فعل محرم. ولقد ظن بعض الناس أن هذا الحديث في من نزل ثيابه خيلا، والخيلاء العجب، وهو أن يتخيل الشخص لنفسه منزلة عالية فيتعاظم في نفسه ويعجب بها. ظن بعض الناس أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، أن هذا في من نزل ثيابه خيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا ألم ينظر الله إليه. فأراد أن يحمل ذاك المطلق على هذا المقيد، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الوعيد فيهما مختلف وسببه مختلف أيضا. فالوعيد في من جر ثوبه خيلاء أن الله لا ينظر إليه، والوعيد في من نزل ثوبه عن كعبيه أن ما نزل في النار. فالعقوبة في الثاني جزئية، وأما العقوبة الأولى فهي أن الله لا ينظر إليه، وهي أعظم من تعذيب جزء من بدنه بالنار. وأما السبب فمختلف أيضا، فأحدهما أنزله إلى أسفل من الكعبين، والثاني جره خيلا، وهذا أعظم، ولذلك كانت عقوبته أعظم. وقد قال أهل العلم في أصول الفقه: إنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. يا بني آدم، يا أيها الناس، يا أيها الرجال، يا أيها العقلاء، يا أيها المؤمنون، لا تنزلوا شيئا من ثيابكم أو سراويلكم أو مشارقكم تحت الكعبين، فإن ذلك حرام عليكم، وإن فعلتم فعقوبتكم أن يعذب موضع النازل بالنار يوم القيامة. ولا يحل لكم أن تجروا شيئا من ذلك خيلا، فإن فعلتم فعقوبتكم ألا ينظر الله إليكم يوم القيامة. أيها المسلمون، إن مما يدل على أنه لا يحل للإنسان أن ينزل ثوبه أو سراويله أو مشلحه تحت كعبه مطلقا ما رواه مالك وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمين وما يز بينهما، ولو كان أحدهما هو الآخر مقيدا به لم يفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التفريق. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ودخل شاب من الأنصار على عمر رضي الله عنه حين طعن، فجعل يثني عليه مع الناس، فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر رضي الله عنه: وجرحه يزعب دما. فقال: ردوا علي الغلام. فردوه عليه، فقال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. رضي الله عنك يا عمر. في هذه الحالة
الحال لم يشأ أن يدع النصيحة للمسلمين. دعا هذا الغلام فنصحه تلك النصيحة التي تضمنت أمرين هامين عظيمين نبه عليهما أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال له: إنك إذا رفعت ثوبك فإنه أبقى لثوبك حتى لا تتلف الأرض أسفله. وفي رواية: فإنه أنقى لثوبك، يعني أبعد له عن الوثق. والأمر الثاني: تقوى الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. قد يكون متهور اليوم: أنا لا أبالي إذا تلف أسفل ثوبي، لأن الدراهم كثيرة والثياب كثيرة، وإذا تقطع أسفل الثوب اشتريت بدله. فنقول له: ولكن هل أنت لا تبالي إذا أضعت تقوى الله عز وجل؟ هل أنت لا تبالي إذا استعنت بنعم الله على معاصيه؟ هل أنت لا تخاف أن تنقلب تلك النعم نقما، وأن تنقلب تلك المتعة ألما؟ ألم تكن الأيام مداولة بين الناس؟ ألم يكن الفقر يعقب الغنى والغنى يعقب الفقر؟ ألم يكن الأمن يعقب الخوف والخوف يعقب الأمن؟ أما تتقي الله أيها المتهور؟ أما تخاف الله في نفسك وفي شعبك وفي أهلك؟ أما رأيت بأس الله تعالى في المجرمين وسنة الله تعالى لن تجد لها تبديلا؟ فاتقوا الله عباد الله، واستعينوا بنعمه على طاعته، واحفظوا حدوده وأقيموا فرائضه، واعبدوه حق عبادته ما استطعتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واحذروا ما حرم الله عليكم لعلكم تفلحون. واعلموا أن للمعاصي والسيئات آثارا على القلوب، قد لا تظهر آثارها مفاجئة، قد تتأخر آثارها ولو بعد حين. فإن المعاصي كما قال أهل العلم: فإن المعاصي بريد الكفر، ينزلها الإنسان مرحلة مرحلة حتى تصل به إلى الكفر. لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمحقرات الذنوب التي يحتقرها الإنسان ولا يراها شيئا، ضرب لها مثلا بقوم نزلوا أرضا، فجعل بعضهم يأتي بالعود والآخر يأتي بعود آخر، وهكذا حتى جمعوا من هذه العيدان حطبا كثيرا، ثم أضرموا نارا كثيرة. هكذا السيئات والمعاصي على القلوب تتراكم عليها شيئا فشيئا،
حتى يطبع على القلب وحتى يصل الإنسان إلى الدرجة التي قال الله فيها حينما حكى عن الرجل تتلى عليه آيات الله فيقول هذا أساطير الأولين، لأنه لم ينتفع بما سمع من القرآن فجعله بمنزلة السواليف التي تقال عن الأولين. لماذا؟ قال الله عز وجل كلا، يعني ليست آياتنا بأساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ارتجم على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتى غطاها وطبع عليها، فلا ترى هذه الآيات العظيمة لا تراها آيات، وإنما تراها سواليف الأولين. فاتقوا الله عباد الله وإياكم ومحقرات الذنوب، بل إنما تحدثنا عنه في الخطبة الأولى من جر الثياب وتنزيلها إلى أسفل من الكعبين ليست من الصغائر، بل هي من كبائر الذنوب، لأنها ينطبق عليها حد الكبيرة التي ذكره أهل العلم، فما فيه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب. ولقد قال كثير من أهل العلم، قالوا إن الرجل إذا صلى في ثوب قد أسفله فإن صلاته لا تصح وتقع باطلة، وهو كالذي صلى بغير وضوء، وكالذي صلى وظهره إلى الكعبة، وكالذي صلى وعليه جنابة، لأنه من شرط الصلاة عند هؤلاء أن يكون الثوب الذي يستر به عورته ثوبا مباحا، والثوب المسبل ليس ثوبا مباحا على الرجال. وعلى هذا فعند هؤلاء العلماء أن من صلى بثوب أسفله فإن صلاته لا تصح، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، إنما تكلمنا به في الخطبة أيضا موضوع الصور، ولقد كان يشكل على بعض الناس ما في الدراهم من الصور وما في التابعيات فيسألون عنه كثيرا، ولكن الجواب على ذلك أن الإنسان في حل منه، فيجوز للإنسان أن يحمل الدراهم ولو كان فيها صور، ويجوز أن يحمل التابعية ولو كان فيها صور، سواء في الصلاة وغير الصلاة، لأنه محتاج إلى ذلك، واجتناب ذلك أمر عسير شاق على العباد. وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالإنسان الذي يحملها وهو كاره لها والله يعلم من قلبه أنه يود الخلاص منها بكل وسيلة، ولولا أنه أرغم عليها ما حملها، إذا كان الله يعلم منه هذا فإنه لا يؤاخذه على حملها، لأنه مضطر إلى ذلك. ونسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه وأن يتجاوز عنا ذلك إن كان مما حرمه علينا، فإنه لا طاقة لنا باجتنابه، ونسأل الله السلامة مما يغضبه ويسقطه. واعلموا أيها المؤمنون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة أيها المسلمون، اجتمعوا على دين الله، فآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وكونوا أعوانا في الحق أعوانا على الباطل، حتى يضمحل الباطل ويحق الحق. هذه هي الجماعة التي من لزمها فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم ربنا وطاعة، سمعا لك اللهم ربنا وطاعة، سمعا لك اللهم ربنا وطاعة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته تحت لوائه، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن اولاده الغر الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمه المسلمين على الحق، اللهم اصلح لهم ولاه امورهم وبطانتهم، اللهم هيئ لهم من امرهم رشدا يامرون فيه بالمعروف وينهون عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اجعل المسلمين امه قائمه بامرك، تتلو كتابك حق تلاوته، تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله